بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحتاجين إلى العناية بفروة الرأس وليس الشعر فقط، وذلك من خلال التقشير وإزالة الجلد الميت من على الفروة وتغذية وترطيب الشعر، مما يجعله أكثر مرونة، يحسن من حالة الشعر ويحفز نمو شعر جديد. وطبعا لحل هذه المشاكل يمكننا استخدام مكون واحد فقط، بسيط، متوفر بكثرة في المطبخ، وهو السكر. السكر يناسب جميع أنواع الشعر في هذه الوصفة، وأنواع مساميات الشعر وألوان الشعر. فوائده كثيرة للشعر في هذه الوصفة. قلت يستخدم مع جميع أنواع الشعر، وطبعا هنا يساعد بشكل خاص السيدات والبنات ذوات الشعر الباهت. إذا كان شعرك باهت فهذه الوصفة مناسبة لك. غالبا ما يكون شعرك جاف، متضرر، مموج، متطاير ومقصف، خاصة للأطفال. من تعاني من أطفالها في هذه المشكلة أنصحها بعمل هذه الوصفة، وبكل أمان يجعل الشعر لامع حيوي وبطريقة طبيعية. ومن أهم فوائده للشعر أنه يقوم بتقشير فروة الرأس وتنظيفها، كذلك ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، يغذي كذلك فروة الرأس، يعزز نمو الشعر، كذلك يعالج جفاف الشعر، يعمل على تنعيم الشعر وترطيبه، يجعل الشعر أكثر لمعانا. أولا نبدأ بعمل الوصفة ثم نواصل الشرح. هنا نأخذ ملعقة كبيرة من السكر. إذا كان لديك سكر أسمر يمكن استعماله، غير متوفر السكر الأسمر يمكن الاعتماد فقط على السكر الأبيض حسب المتوفر عندك في البيت. ثم نضيف على السكر زيت زيتون. هنا بالنسبة لأنواع الزيوت يمكن استعمال زيت ذرة أو زيت جوز الهند أو زيت الأرغان. وإذا كان الشعر به شيب أنصح باستخدام زيت الخردل. في هذه الوصفة أنصح بالاعتماد فقط على زيت الخردل مع السكر والمكون الذي سأضيفه الآن. قلت لمن شعرها أو شعره كذلك بالنسبة للرجال يمكن استعمال هذه الوصفة. نستخدم قلت زيت الخردل. هنا نضيف زيت الزيتون، 2 ملاعق طعام كبيرة من زيت الزيتون. نضاعف المقادير حسب كثافة وطول الشعر. نخلط المكونات مع بعض، الزيت مع السكر، ثم نضيف المكون الذي يزيد فعالية هذه الوصفة. هنا بودرة الزنجبيل، ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. قلت لمن شعرها به شيب نستخدم زيت الخردل. غير متوفر عندك زيت الخردل يمكن استعمال زيت الميرمية. كل هذه الزيوت طريقة تحضيرها في البيت موجودة في قناتي. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، نترك هذه الخلطة ليلة كاملة. وبعدها طريقة الاستخدام هي أن نوزع الزيت على الشعر مع عمل تدليك بأطراف الأصابع. الزيت على فروة الرأس مع عمل تدليك بأطراف الأصابع بحركة دائرية لمدة حوالي 5 دقائق، ونترك الزيت على الشعر من 2 إلى 3 ساعات قبل الاستحمام. وبعدها نقوم بغسل الشعر بالطريقة العادية. نستخدم هذه الوصفة من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.
آمنة للحوامل، للمرضعات، للرجال، وقلت حتى الأطفال الصغار ممن لديهم مشاكل في تطاير الشعر والشعر المموج وكل المشاكل التي سبق وذكرتها، يمكن استعمال هذا الزيت لهم من 3 سنوات فما فوق، آمن وليست له أي أعراض جانبية. وهذه الوصفة كذلك لها خصائص مضادة للفطريات، لمن تعاني من الفطريات في فروة الرأس يمكنها الاعتماد على هذه الوصفة، هي بسيطة ومكوناتها متوفرة في كل بيت، آمنة وليست لها أي أعراض جانبية، خاصة إذا استخدمت السكر من النوع الأسمر. إذا كنت لا تفضلين وصفات الزيوت للشعر، سوف أعطيك وصفة أخرى رائعة جدا كذلك مفيدة. نأخذ ملعقة طعام من السكر ونضيف عليها ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل ونخلط المكونات جيدا. في هذه الحالة إذا كان شعرك فيه شيب، نقوم بطحن بذور الخردل. إذا كانت لديك بذور الخردل يمكن طحنها على شكل بودرة ناعمة مثل الزنجبيل وإضافتها إلى هذه الوصفة. إذا كان لديك شيب، نأخذ ملعقة طعام كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل وملعقة صغيرة من بودرة الخردل، قلت إذا كنت لا تفضلين وصفات الزيوت. ثم نضيف 2 ملاعق صغيرة من الروبة أو الزبادي الطبيعي، يوغرت طبيعي روبة، يمكن استعمال الرايب كذلك، لا مانع في ذلك أبدا، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. كذلك هذه الوصفة لديها فوائد نفس الوصفة الأولى طبعا، قلت لمن لا تفضل الزيوت وصفات الزيوت للشعر. نتحصل على هذه الوصفة الكريمية، لاحظي معي جيدا، إذا كان الشعر من النوع الدهني هنا في هذه الوصفة أو في الوصفة الثانية، نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو ملعقة صغيرة من خل التفاح أو أي نوع خل متوفر، خل تمر، خل زنجبيل، أي نوع من الخل إذا كان الشعر من النوع الدهني. نوزع هذه المكونات، ندلك فروة الرأس بهذه الخلطة لحوالي 5 دقائق، نقوم بلف الشعر بغطاء بلاستيكي ونترك الخلطة لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو كالطريقة المعتادة. نستخدم هذه الوصفة لمرة واحدة فقط في الأسبوع تكون كافية، وكذلك هي آمنة للحوامل والمرضعات وكذلك الرجال، وبالنسبة للأطفال الصغار يمكن استعمالها وبكل أمان. بالنسبة لصلاحية الزيت هنا، صلاحيته تدوم لمدة 6 أشهر في مكان بارد وجاف، نبتعد عن الأماكن ذات الرطوبة لأنها تفسد لنا الوصفات. وبالنسبة للوصفة الثانية يمكن حفظها لنستعملها لمرة واحدة فقط لأن فيها زبادي. وكذلك بالنسبة لشطف الشعر، يمكن شطف الشعر بمغلى الزعتر إذا كانت هنالك مشاكل في فراغات مقدمة الرأس، نقوم بغلي الزعتر وشطف الشعر به كآخر شطفة. الوصفة هذه نتائجها تبدأ في الظهور من أول أسبوع لاستعمالك لهذه الوصفة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.